للتصدي لاهتمام الريال والبرسا، صلاح أعلى راتب في ليفربول ومن النصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من قناة ترند. ما تنسوش اللايك والاشتراك حتى يأتيكم مني كل جديد. يلا بينا على التفاصيل. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رواتب لاعبي ليفربول، حيث اتضح أن محمد صلاح الأعلى أجرا في صفوف الفريق، ويتفوق على زميله الغاني ساديو مانيو بمقدار الضعف. وقالت صحيفة صنع الإنجليزية أن ليفربول يفعل كل شيء وسع طاقته من أجل الحفاظ على محمد صلاح وسط اهتمام ثنائي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة. ويحصل محمد صلاح على راتب أسبوعي بقيمة 200,000 جنيه استرليني، وهو ما يعني أن راتبه السنوي يصل إلى 10.4 مليون، ويمتد عقده مع الريديز حتى سنة 2023، وهو ما يعني أنه سيتقاضى حوالي 24 مليون إذا استمر لنهايته. ويحتاج المركز الثاني في القائمة ويحتل المركز الثاني في القائمة البرازيلي تياجو الكينترا براتب 192,308 استرليني في الأسبوع، ويشترك في فيرجل فان دايك وروبرتو فيرمينو في المركز الثالث ب 180,000. أما خامسهما فهو جوردان هندرسون متساويا مع جيمس بيلنر السادس ب 140,000، ويحصل ساديو ماني على نصف ما يتقاضاه محمد صلاح، إذ أن راتبه الأسبوعي 100,000 استرليني فقط. وأتت قائمة اللاعبين الأعلى رواتب كما يلي: صلاح 200,000 جنيه استرليني، تياجو 192,308 جنيه استرليني، فيرمينو 180,000 جنيه استرليني، فان ديك 180,000 جنيه استرليني، هندرسون 140,000 جنيه استرليني، ميلنر 140,000 جنيه استرليني، كيتا 120,000 جنيه استرليني، وكاساليد 120,000 جنيه استرليني، ماني 100,000 جنيه استرليني، ماتيب 100,000 جنيه استرليني. وفي النهاية لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا بلايك وشير، تفعلوا جرس التنبيهات، وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.